حكم قتل المتظاهرين قلنا قبل قليل لا يجوز قتلهم ولا يجوز ضربهم أصلا. اي يلا ماشي. في تسجيل لي قديم قبل سنة أني قلت أن الحكم يحتاج إلى سيف ومنسف. هذه المسألة كل كبار السن يقولونها وكل أهل العلم يقولونها، أن الحاكم لا بد أن يكون حازما ولا بد أن يكون كريما حتى تستقيم أمور الناس. فالحاكم يحتاج إلى سيف لأهل الباطل للمفسدين، لا بد أن يكون هناك حكم، لا بد أن يكون هناك قوة وخوف من السلطان، ولا بد أن يحب لكن بدون ظلم. يعني ليس مقصود السيف أنه يظلم الناس ويبطش بهم واللي يقول له السلام عليكم قال ما كملتها اذبحه، لا ما أحد يقول بهذا. لكن يقال مثلا أنه يكون سيف لابد أن يكون هناك خوف، لابد أن يكون هناك الناس تهاب الدولة، هذا أمر طبيعي جدا. ولذلك قال أبو بكر القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. هذا هو السيف، أن يكون الناس تهاب جانب الدولة. أذكر أن شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر طرح لنا مسألة يوما، مسألة جميلة جدا. قال لو أن شخصا قتل شخصا آخر فما حكمه؟ قتله عمدا، قلنا القصاص أو يعفو أهل الميت. فقال لنا أصبتم القاتل عمدا، أهل المقتول مخيرون بين القصاص وبين العفو، سواء العفو مع الدية أو عفو بدون الدية، يعني عفو بمقابل أو عفو بدون مقابل. قال لنا أصبتم. يقول بعد مدة هذا القاتل الذي عفي عنه عفوا عنه وقبلوا بالدية أو بالمقابل، بعد مدة قتل شخصا آخر، فماذا يفعل القاضي الآن وماذا عليه؟ قلنا كذلك عليه القصاص القتل أو أن يعفو أهل الميت بمقابل أو بدون مقابل. قال طيب قتل مرة ثالثة ماذا على القاضي أن يفعل؟ قلنا له لا شيء، نفس القضية القصاص، وإذا عفى أهل الميت من حقهم. قال لا، يصير فساد في الأرض. قلنا كيف؟ قال هنا يجب على القاضي أن يتدخل، يجب على القاضي أن يتدخل. قلنا كيف؟ قال تنتقل القضية من مجرد قصاص إلى إفساد في الأرض، فيقول القاضي أما القتل الأول فالأمر واضح، إذا عفى أهل الميت سواء بمقابل أو بدون مقابل الأمر واضح، لكن إذا قتل الثانية أو الثالثة ورأى القاضي أن هذا الرجل مفسد وقد يكون غنيا ويغري الناس بالمال فيتركونه، فيقول القاضي القصاص لا تريدونه؟ قال لا نريد القصاص. قال أنا أريد شيئا آخر. قال أنا أدخل هذا في قول الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، هذا مفسد في الأرض، وعامله على أنه مفسد في الأرض لا على أن القضية قضية قصاص. الحق ليس لكم، الحق للأمة، وهذا مفسد في الأرض فأقتله من باب الإفساد لا من باب القصاص ولو تنازلتم، ولو تنازلتم. فهنا الحاكم المقصود أن يكون السيف قائما، أي لمن يستحق السيف، أما أن يكون السيف قائما على الناس وهم لا يستحقون هذا ظلم لا يقول به أحد. بل ليس السيف أقل من السيف، حتى الضرب أي إيذاء لا يجوز حتى من الحاكم، بل لعله من الحاكم يكون أشنع وأعظم عند الله تبارك وتعالى. أليس يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؟ ملك كذاب، وشيخ زان، وعائل مستكبر. ملك كذاب، وشيخ زان، وعائل مستكبر. أما عائل مستكبر الغني الموسر عندما يتكبر، لأن الناس كلهم
يتملقون له وكذا، فيصيب هذا بشيء من الكبر، عنده دافع للكبر لما عنده من الأموال وتملق الناس له وكذا، فيصيبه الكبر. أما عائل فقير ومستكبر على ماذا؟ قال وشيخ زان، شاب زان عنده الشهوة ولم يحصل الحلال، لكن شيخ كبير ويزني، يعني هذا انحراف في الفطرة. قال وملك كذاب، يعني من عامة الناس يكذب، يخاف أحد يؤذيه، يخاف كذا، لكن ملك تخاف ممن؟ لماذا تكذب؟ فيكون الكذب منه أشنع منه من الكذب من غيره، والزنا من الشيخ أشنع منه من الشاب، والكبر من العائل أشنع منه من الغني. فلا شك أن الظلم من الحاكم أشنع. فضرب الناس العزل أو قتلهم أو إيذاؤهم لا يجوز بأي حال من الأحوال، لا للحاكم ولا لغير حاكم، بل لعله من الحاكم أشنع، إلا إذا كان الذي ذكره قبل قليل أخونا العباد وهو صار تعدي، ولا يمكن ردع الناس إلا بمثل هذه الأمور، فهذه يقدرها بقدرها ولا تتجاوز قدرها. لكن أشهد لو تجاوز ليس الحل بالخروج عليه، كما قلنا قبل قليل ليس الحل بقتل السارق، وإنما أن نطيع الله فيه وإن لم يطع الله فينا. هذه قضية يجب علينا أن ننتبه إليها.